مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم على الهواء مباشرة إلى هذه التغطية الخاصة من قطاع غزة، ونناقش معكم جمهورنا الكريم عبر الاتصال الهاتفي حول مجريات الأحداث في قطاع غزة. اصطحبكم قبل قليل الزميل صالح الجبري مع ضيفه الدكتور منصور الزنداني في حوار حول غزة، والآن مشاهدينا الكرام خصصنا هذه التغطية لكم جمهورنا الكريم، وكما عودناكم دائما أن لكم الكلمة في مواضيع متعددة ومتجددة تهم الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. اليوم نقف وإياكم عند هذا الحدث الأهم في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، واستشهاد العديد من الأبرياء المدنيين داخل قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، قبل أن نأخذ اتصالاتكم دعونا فقط نأخذ الأستاذ وائل أبو محسن، صحفي من قطاع غزة، ليطلعنا على آخر المستجدات هناك في قطاع غزة. أستاذ وائل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ وائل، مرحبا بك على الهواء مباشرة عبر قناة سهيل، وأنت تحدثنا من غزة. أولا صف لنا الأوضاع في هذه اللحظات على قطاع غزة. أخي الكريم، وأنتم تطلبون الآن، قبل دقيقة من الآن قامت الطائرات الحربية باستهداف مركز بريد رفح، بالإضافة إلى البنك الوطني الإسلامي بمحافظة رفح، وقامت بتدميره دمارا كاملا. الآن قبل نصف دقيقة من الآن أغارت عليه الطائرات الحربية من نوع F-16 وقامت بتدميره بالكامل. مجمل الأحداث في محافظات قطاع غزة لهذا اليوم، بلغ عدد الشهداء حتى هذه اللحظة 635 شهيد، وأكثر من 4000 جريح، حالتهم من بين متوسطة إلى خطيرة في مستشفيات القطاع. كان آخرهم استشهاد مواطنين استهدفتهم الطائرات الحربية بدون طيار على دراجاتهم النارية في محافظة خان يونس. الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال 16 يوما من اعتداءاته على قطاع غزة ما يقارب من 41 مجزرة بحق عوائل فلسطينية متنوعة وفي جميع محافظات الوطن، ارتقى خلالها 212 شهيد ومعظمهم من الأطفال والنساء والمسنين. ما زالت أخي الكريم الغارات الجوية العنيفة تدق من مناطق قطاع غزة، وخصوصا المناطق الشرقية منها كحي الشجاعية وحي الزيتون ومنطقة شرق رفح. طيب أخي وائل، إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة القصف والعشوائي من قبل العدو الصهيوني على المدنيين العزل، ونحن نشاهد عبر وسائل إعلام عدة تلك الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين العزل، وأنت قريب من الحدث أكثر وصحفي وتتابع الوضع الإنساني في قطاع غزة، صف لنا المشهد الإنساني في القطاع. المشهد الإنساني جد خطير في قطاع غزة. المستشفيات في قطاع غزة تعاني من نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة الحصار المتواصل منذ أكثر من 8 سنوات. لا زال قطاع غزة يعاني من أزمة الكهرباء. كهرباء في قطاع غزة تأتي كل في محافظات غزة تأتي مدة 2 أو 3 ساعات وتنقطع باقي الوقت. هناك أزمة في الكهرباء، في الوقود، المعابر في قطاع غزة مغلقة. هناك كما تحدثنا أكثر من 4000 جريح موجودون في مستشفيات قطاع غزة، معابر القطاع مغلقة، لا يوجد أي جريح يخرج من قطاع غزة. مصر الشقيقة فتحت المعبر منذ أسبوع، لم يغادر أكثر من 20 حالة مرضية فقط من 4000 حالة مرضية أو من 4000 جريح موجودون في قطاع غزة. مخيم الشجاعية، منطقة الشجاعية التي تعرضت لقصف كثيف من طائرات الحربية، لا زال هناك عشرات الجثث والجرحى موجودة في بين الركام المدن، بين ركام المخيم. لا تستطيع الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الهمجي الصهيوني لهذه المنطقة. بالأمس تعرضت مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة لقصف عنيف
من طائرات من المدفعية الصهيونية، يعني حتى مستشفيات لم تسلم من القصف ومن المدفعية الصهيونية. نعم، إذن وضع إنساني يندى له الجبين كما ذكرت أخي، وإن شاء الله سنتواصل معك لاحقا إن شاء الله في تغطياتنا القادمة عن الوضع في قطاع غزة. شكرا لك الأستاذ وائل أبو محسن، صحفي من قطاع غزة، أشكرك على تجاوبك معنا وإن شاء الله نتواصل عما قريب. إذن مشاهدين الكرام، كما عودناكم في تغطياتنا الخاصة حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لابد أننا نسمع مداخلتكم ونعطيكم الفرصة أيضا لتقولوا كلمتكم في هذه الجرائم البشعة التي ترتكب ليل نهار من قبل العدو الصهيوني، ينفذونها ضد المدنيين العزل. هناك العديد من الأطفال استشهدوا، هناك العديد من النساء استشهدوا، الكبار في السن أيضا استشهدوا، هم يستهدفون الأبرياء ويقصفون القصف العشوائي على المنازل كما تشاهدون وتتابعون عبر وسائل الإعلام المتعددة. المجازر مشاهدين الكرام التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة دليل على تخبطها وفشلها في مواجهة رجال المقاومة الفلسطينية، فرجال المقاومة وفي مقدمتهم كتائب عز الدين القسام يسددون لها الطربات، فإذا بها توجه صواريخها وقذائفها للمنازل. إن الدماء التي يدفعها أهل غزة نساء ورجالا وأطفال لهي رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني يريد أن يتخلص من الحصار ومن الاحتلال. إذن مشاهدي الكرام، هذه الأرقام موجودة الآن على الشاشة، ومعنا الآن أول المشاركين معنا محمد عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم أخي محمد عبد الله. السلام عليكم. ألو، يبدو أن الخط انقطع من أخي محمد عبد الله، وإن شاء الله يعاد الاتصال بنا لاحقا. كما ذكرت مشاهدين الكرام، هذه التغطية مواصلة لتسليط الضوء أكثر على مستجدات الأحداث في قطاع غزة. كان معنا قبل قليل الأستاذ وائل أبو محسن، صحفي من غزة، وتحدث عن الوضع وخصوصا الوضع الإنساني هناك في قطاع غزة. كهرباء منقطعة، مستشفيات شبه منعدمة الأدوية فيها، هناك جرائم بشعة ترتكب ليل نهار أمام مرأة ومسمع الجميع. معنا سحر من الحديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريمة. اليوم مباركة علينا وعليك يا رب، وإن شاء الله غزة منصورة بإذن الله. آمين يا رب. وإن حكام العرب من الجرائم التي تحدث في غزة، نعم، ودول الخليج، والحكام لم يتوحدوا ويوقفوا مع غزة الجريحة التي تنزف دما كل يوم وكل ساعة. نعم، كيف تفسر يا أختي سحر الصمت من قبل حكام العرب؟ للأسف الشديد حتى الآن يعني الكثير من حكام العرب وكأن لا شيء يحدث في قطاع غزة. وكأن لا شيء يحدث، نعم، في قطاع غزة ساكتين كلهم، يعني مش قادرين يتكلموا كلمة قوية. كل حاكم بيخاف على مصلحته، كل حاكم بيخاف على مصلحته في منصبه. نعم. لو كان العرب يتوحدوا جميعا لإنقاذ غزة لأنقذناهم جميعا، تحرر القدس والأقصى. نعم. طيب سحر، برأيك ما هو الواجب الآن الذي يمكن أن نقوم به نحن أيضا كشعوب، يعني بعيدا عن الحكام المتخاذلين، وهذا عودونا عليه طبعا منذ القدم، أنه لا حاكم يتكلم عن الحق وعن ما يجري في فلسطين، لكن نحن كشعوب الآن ما هو الدور المطلوب؟ نعم أخي ماجد. نعم. لا نملك لهم سوى الدعاء في الليل، سوى الدعاء إن شاء الله فلسطين محررة، وإن كان يفتحوا باب الجهاد سوف نجاهد، ونحن نساء اليمن. نعم. نحن نساء اليمن إن شاء الله سوف نجاهد في سبيل الله من أجل تحرير القدس. نعم. وشكرا أخي ماجد. شكرا لك سحر من الحديدة على مشاركتك معنا، وبالتالي فعلا كما ذكرت أختي سحر، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، خصوصا في هذه الأيام المباركة ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. معنا أحمد عطية. السلام عليكم. السلام عليكم أحمد عطية. السلام عليكم. ألو. إذن نأخذ مشاركة آخر. عبد المصلح. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حال الأستاذ ماجد؟ حياك الله أخي عبد المصلح من إب. من إب، يا مرحبا، تفضل. خواتم مباركة علينا وعليك يا رب، كل عام أنتم بخير. وأنت بألف خير أخي الكريم. أولا أنا أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة قطر والأميرها الرجل الذي يوقف مع القضية الفلسطينية، وأرجو من القادة العرب أن يحذوا حذو دولة قطر، وأرجو من الشعوب العربية في هذه الأيام المباركة الذي تدمي قلوبنا المسلمين في كل مكان أن يقوموا بالتبرع والمساعدة لإخواننا في غزة. نعم. الذين يعانون من الضربة القذرة من العدو المجرم إسرائيل. وأرجو من جميع المسلمين في مساجد الدول العربية والإسلامية وبكل مكان توجد فيها مساجد للمسلمين أن يدعوا لإخواننا في غزة، لأننا لا نمتلك في الدول العربية إلا الدعاء لهم، كون إحنا ضعاف من ناحية التسليحية ومن ناحية الجهاد إلى فلسطين. وأرجو من القادة وأخص الملك عبد الله بن عبد العزيز أن لا يوقفوا موقف المتفرجين والذي لهم الدور الكبير ولهم الكلمة والاستماع من الدول الغربية الذي هم يكونوا لهم بعض الاحترامات. نعم. أرجو أن يبذلوا الجهد الكبير وبالذات الملك عبد الله، وأرجو من جميع المسلمين في كل بيت وفي كل مكان أن يدعوا في هذه الساعات المباركة وفي ليلة القدر إن شاء الله، وتقبلوا خالص تحياتنا وشكرا لكم. أشكرك، شكرا لك أخي عبد المصلح على مشاركتك معنا الآن. إذن مشاهدي الكرام، اليوم المجاهد القائد إسماعيل هنية في خطاب متلفز تحدث أن كتائب القسام وسرايا القدس توجهان للقوات الإسرائيلية ضربات تلو الأخرى من البر أو من تحت الأرض، وذلك ليثبتوا أن غزة هي مقبرة للغزاة وهي عصية على الكسر، ففيها من الرجال والنساء والأطفال ما يشكل جسرا للقدس والأقصى وللحرية والعودة من المنافي والشتات. هذا كان جزء من خطاب السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي أو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس. معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. من؟ القردعي محمد علي أسعد. القردعي محمد، من أين القردعي؟ من محافظة تعز. حياك الله أخي الكريم، تفضل. حياك يا أستاذ. يا مرحبا، أنت على الهواء، تفضل الحديث عن مجريات الأحداث في قطاع غزة ومحافظة تعز. معك خلاص من تعز والكلمة تفضل. يا أخي، بالنسبة لغزة هناك مؤامرة إرهابية إسرائيلية. نعم، اسمعني من الهاتف يا قردعي. هناك مؤامرة إرهابية إسرائيلية. نعم. ضد أهل غزة بقتل المدنيين والأطفال العزل. على طول بقتل المدنيين والأطفال العزل. كل ما يحدث ضد غزة والمقاومة الصامدة هو تواطؤ وتخاذل العربي. نعم. لكن للأسف الشديد على صمت زعماء العرب الذين يمتلكون الجيوش والأسلحة والمال. لماذا لم يحركوا ساكن يدل على أنهم هم من أيدوا إسرائيل بضرب غزة بالصواريخ والأسلحة التي هي محرمة استخدامها؟ أين الإنسانية وأين منظمة حقوق الإنسان وأين الضمير العربي الذي لم يحرك ساكن أمام إخوانهم في غزة؟ نعم. لكن هناك مؤامرة عربية وإسرائيلية، وقد تم عقد جلسة في فرنسا بحضور الوزير الإسرائيلي وبعض من الوزراء العرب. ينص هذا الاجتماع باجتياح غزة وتدميرها بموافقة عربية وتواطؤ، لكن لن يستطيعوا أمام المقاومة الصامدة والمدنيين الذي شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله فلنصر حليفهم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم. وعليكم السلام، أشكرك أخي القردعي محمد على مشاركتك معنا. بالتأكيد نحن على الأقل ما بنطمحش أنهم يحركوا الجيوش للحكام العرب، نحن على الأقل نطمح بتصريحات بكلمة حق تقال، خصوصا في ظل هذه المجازر التي نتابعها دائما وأبدا وليل نهار عبر شاشات التلفاز. نحن نتابع جرائم بشعة ترتكب أمام أو في حق المدنيين العزل في قطاع غزة أمام صمت دولي وإقليمي للأسف الشديد، وكأن لا شيء يحدث في قطاع غزة. معنا،
عبد الله عبدو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا عبد الله من اب، تفضل. ما نسال الله ان ينصر الله غزه، امين يا رب، وان ينصرهم بدون زعامه العرب. تمام، لان اشوف يقول انه خاطب زعماء العرب، انه خاتم زعماء العرب، لان اذا كان زعماء العرب هم اللي يحاربون شعوبهم، فكيف نتغنى بزعماء العرب ان ينصروا شعبنا في غزه؟ تمام، نعم، وهم يحاربوا شعوبهم. صحيح. فانا من رايي يعني أن ننادي للشعوب فقط، أما زعماء العرب لا هم لهم غير الكراسي، يعني ما هم لهم إلا الكراسي فقط. نعم. فلا يعني دائما أن نقول نخاطب زعماء العرب، الجامعة العربية، نخاطب نخاطب نخاطب، يعني ما فيش غير شعوب العرب فقط. نعم. يعني كل ما يعني، وأنا أدعو كل إنسان عربي غيور على القدس وعلى غزة أن يشارك، أن يجاهد بماله، لأن الله سبحانه وتعالى قال قدم المال على النفس، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازيا فقد غزا. نعم. والذي لا يستطيع أن ينتقم ماله في هذه العشر الأواخر الكرام عليهم أن لا ينسوهم بالدعاء، أن يدعو لهم بالنصح فقط. نعم. أما زعماء العرب فما يؤس منهم خالص للنهاية. نعم. أشكرك، شكرا لك أخي عبد الله من أب على مشاركتك معنا. معنا أيضا يوسف عبد الباري من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي يوسف، خواتم مباركة. الحمد لله، حياك الله. شخبارك طيب؟ والله الحمد لله بخير، دام الأمة العربية والإسلامية بخير. خواتم مباركة. عينو عليك يا رب. المفروض إن شاء الله على غزة إحنا ننتقد حكام العرب وننتقد الشعب العربي كامل. نعم. اسمعني من الهاتف يا يوسف. ألو، اسمعني من الهاتف واخفض صوت التلفزيون وتفضل. نعم، تفضل يا يوسف. كيف تتابع تلك المجازر البشعة التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني؟ للأسف انقطع الاتصال، لكن معليش ان شاء الله يعود الاتصال بنا في تغطيات قادمة ونستقبل. كتاب طبعا كتاب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، تقول أنها فجرت عبوة أرضية في 3 آليات عسكرية بالمنطقة الصناعية الشرق جباليا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت فيه، كما أعلنت تفجير عبوة أرضية في دبابات ميركافا في المنطقة الصناعية شرق جباليا واشتعلت النار فيها. معنا عبد المجيد من صنعاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد المجيد، تفضل. اليوم نتكلم عن تلك المجازر الوحشية التي ترتكب من قبل العدو الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وما هو الدور الذي يمكن أن نقوم به نحن كشعوب عربية وإسلامية؟ أنا أعتقد أن الشعوب العربية والإسلامية أن تكون صفقنا أحدا. نعم. أمن هذا الأرضيات والأشم على شعبنا الفلسطيني وعلى الأشم على الأطفال والنساء والشيوخ. نعم. فأحيي من هذا الأب، أحيي غزة الباطلة، وأحيي السائد القتال وأطلقهم، والله لنساكم بالمال والدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينسوكم نسرة الزمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الأمة. نعم. شكرا، أشكرك أخي عبد المجيد على مشاركتك معنا. معنا الآن معك صالح المنصر من أمانة العاصمة. صالح من أمانة العاصمة، تفضل أخي صالح، يا مرحبا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم رجالا صدقوا ما عهد الله عليه. نعم. رجالا صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. أما إذا كنت تنتظر من العرب من حكام العرب، فالله سبحانه وتعالى قد وصف إن الأحراب شتى كفرا ونفاق. لأن عندما كانت المعركة هذا، فهيهات هيهات يا سيدي، هيهات يا سيدي، شوف حسني مبارك ارتحل داخل القفص، شوف حسني مبارك، وأنت إن شاء الله يا سيدي
وأنت إن شاء الله يا سيدي سوف تدخل القناة إن شاء الله، وأتمنى له الأبصار، وأتمنى له الأبصار. نعم. طيب أخي صالح، برأيك الآن ما هو الدور الذي يمكن أن نقدمه نحن كشعوب؟ هذا إذا كان الشعوب العربية، إحنا خلاص، إحنا أنت ما حتى شيء تقول إن في شعوب عربية، لأن إحنا الله سبحانه وتعالى وقدوس ربنا إن إحنا الشعوب العربية ما تدخلت ما حتى ولا حاجة واحدة. أنت تقول إحنا لما الناس يقاتلوا ويقاتلوا ويقتلوا في المعركة والناس يتفرجوا عليهم، لماذا ما نبي البرنامج العربية والأمريكية والصين وروسيا ونقول لهم هذه أراضينا من تحتها، هذه حروبنا يا حرام، احنا أمة خير أمة، لماذا ما نقاتل، لماذا ما نبقى أول، احنا أتحى العرب وأتحى الحكام العرب، اتجوا الله والله العظيم لا سوى تتحاسبوا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. نعم. لماذا هذا الباطل بكل على حول الناس أجلة على نحرى محافظة واحدة. نعم. شكرا لك يا خير. لا إله إلا الله. هذا ندعو لهم إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى هم مؤمنون ولو كره الكافرون. شكرا يا ابني. اشكرك، شكرا لك اخي صالح على مشاركتك معنا، وبالتالي ربما اتفق معك انه الشعوب الحكام العرب هم فقط مجرد كراسي لا اقل ولا اكثر، لكن الامل كبير بعد الله عز وجل في الشعوب العربية، ونحن ايضا نتابع باستمرار، هناك الشعوب تنتفض في اكثر من دولة والخير موجود، ولابد ان شاء الله أن تتاح لهم الفرصة وان يتحقق النصر وتتحقق المساهمة بالجهاد سواء بالمال أو بالنفس أو بالدعاء، والخير موجود والنصر إن شاء الله بات قاب قوسين أو أدنى. معنا أحمد الشمري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ماجد كيف حالكم؟ حياك الله. الحمد لله. أخي أحمد من أين؟ أنا من خولان الطيالة يا أخي العزيز، بس نحن نؤكد إن شاء الله الكريم. للأسف انقطع الاتصال من أخي أحمد، إن شاء الله تعاود الاتصال بنا لاحقا. معنا الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخي كريم، تعرف عليك؟ الحرج المعافى، ممكن نشارك؟ انت على الهواء اخي، بس نعرف عليك. فرج المعافى. فرج من اين يا فرج؟ من المحافظه في الجوف. تفضل اخي كريم، اسمعني من الهاتف يا فرج. فرج مطلق المعافى. تفضل انت على الهواء واسمعني من الهاتف ونسمع كلمتك ومشاركتك حول مجريات الاحداث في غزه. حكام العرب عن هذه فلسطين وعن هذه الاحداث اللي تجري في فلسطين، ولا حد تكلم ولا حد دعم ولا حد، ونرجو منهم ان يلتفتوا الى هذه نعم الحرج الحرار والقتلى في فلسطين نعم في غزه، ونسأل الله العظيم أن يكون في عونهم، ولا معنى إلا الدعوة، ولا نملك شيء من المال إلا الدعوة إن شاء الله ندعاهم والنصر قادم بإذن الله. نعم، أشكرك، شكر لك. نتمنى يكون لنا طريق ندخل إلى غزة، إن شاء الله يتحقق ذلك، وإن شاء الله يستطيع الكل أن يساهم بالجهاد سواء كان بالمال أو بالدعاء أو بنفسه وبكل ما أوتي من قوة، وسيتحقق إن شاء الله قريبا، وإن شاء الله نتفائل أننا سنصلي قريبا في المسجد الأقصى. إذن مشاهدي الكرام، كانت هذه تكملة للتغطية التي كان قد بدأ بها الزميل صالح الجبري مع ضيفه الدكتور منصور الزنداني. حاولنا أيضا أننا نفتح المجال لكم لنسمع عن قرب مشاركتكم، ومن حق أيضا الجميع أن يشارك، من حق الجميع أن يقول كلمة في مستجدات الأحداث التي تهم الأمة العربية والإسلامية. أهم حدث على الساحة العربية والإسلامية والدولية هو ما يحدث من جرائم بشعة في قطاع غزة، يرتكب من قبل العدو الصهيوني البغيض ضد المدنيين العزل. إن شاء الله سنكون في تغطية قادمة، وإن شاء الله سنفتح المجال لكم أكثر وأكثر لنسمع كلمتكم عن قرب. تقبلوا تحية فريق العمل في هذه التغطية التي رافقتكم على مدى ساعتين تلفزيونية. دمتم في رعاية الله.